انتقلوا إلى أوروبا التي تشهد موجة شديدة من البرد والثلوج المنهمرة، فقد أقيم معرض للنحت على الجليد في مدينة بروك البلجيكية تحت اسم جولة حول العالم. شارك في إنجاز المعرض أكثر من 40 فنان حول العالم، تمكنوا من نحت أكثر من 70 مجسم معظمها لمعالم أثرية وسياحية من 30 دولة مختلفة. في مدينة بروج البلجيكية اجتمع الفن والخيال والإبداع تحت سقف واحد. 40 نحات أطلقوا لأصابعهم العنان فوق كتل جليدية وتخطوا بفنهم حدود الإبداع والابتكار، ونحتوا على الجليد أكثر من 70 مجسم ثلاثي الأبعاد لأشهر المعالم السياحية والتاريخية لـ30 دولة مختلفة، إضافة إلى مجسمات لشخصيات عالمية وتماثيل لبعض الحيوانات. فن تجاوز بكثير النحت الغائر على الجليد وقدم تحفة معمارية أبهرت الجميع. إنه أحد أروع المعارض التي زرتها. أجمل تمثال، لا يوجد، كل الأعمال أجمل من بعضها. في بعض الأحيان تظن أنها تماثيل من الكريستال الطبيعي. أنا حزين لأن هذه الأعمال مصيرها الذوبان، ليتها تبقى. أكتوبر من العام الجاري، حيث بدأ العمل بتحويل أكثر من 700 طن من قوالب الثلج الخام إلى مكان المعرض، ما أن وصلت القوالب حتى بدأت الأصابع الفنية في تغيير معالمها. 6 أسابيع من العمل الشاق، لكن النتيجة كانت تستحق العناء. هذا المعرض هو الأكبر من نوعه، والإنجاز الحقيقي أن متوسط الحرارة في بلجيكا لدى العمل هي 11 درجة، وحين تنجح أن تكون الأكبر والأفضل وأنت لست في جبال الجليد فهذا إنجاز آخر. كل المنحوتات غربية ما عدا قسم واحد عربي وتحديدا مصري، فهنا تمثال أبو الهول ومعبد أبو سمبل والأقصر، بجانب المحطة المصرية تشاهد وجه الثائر جيفارا، تمثال الحرية، معابد يونانية، نماذج هندية وصينية، ومشهد لمقطع من حرب رومانية وساعة بيج بن البريطانية. درجة الحرارة داخل المعرض تتراوح ما بين 7 إلى 10 درجات تحت الصفر، ورغم هذا الصقيع فإن الإقبال غير عادي، يصل لأكثر من 200,000 زائر خلال الأسابيع القليلة للمعرض. هو أكثر من مجرد معرض للنحت الغائر على الجليد، هو فكر وإبداع وعمل شاق قاد إلى تشكيل تحفة فنية رائعة تبهر الجميع. مجدي سفنيل،